القادر الوسلاتي؟ ما صارتش حاجه كبيره. عبد القادر الوسلاتي ساعه نحب نوضح، اول حاجه هو طفل مورالمون تعب وعنده مشاكل خاصه به اولا، ثانيا موجود في التشكيله ما هوش خارج، هو ما حبش يخرج، جاء في اخر نهار من الميركاتو نتاع الخليج والاوروب يحب، قال نحب نمشي نبدل جوره وما عادش نجم نعطي الفلوس هنا. قلنا له ساس في با، انا ما كنتش موجود، كلموني جماعتي قلت لهم لا، كلموني قالوا لي راهو عمل الحاله معناها سب كلوب دو ميغ درا شنو. كي جيت انا طلع اي هذاك اش قال هذاك، كي جيت انا قلت لهم هذاك هكا تكلم سي بون جيبوه، عاودوا نداوه هنا. جيت حكيت معاه قلت له يا اخي انت تكلمت، قلت هكا سكت معناها صحيحه هكا، وهذاك اللي صار معناها سمعنا تبادل عنف، سمعنا سليم اللاعب. لا لا انا كي استدعيته حبيت نفهم منه، وكلم ديجا مركز الشرطه نتاع لاك، جاوا الامنيين هنا ودخلت سالته، ما هكا نزلت عليه شويه بغش وكا، حكايه فارغه خفيفه. يا سليم نزلت عليه بغش تحكيت عادي معناها شديته هكا جلديه خفيفه هكا ضربه خفيفه تاع كبس تاع واحد تكبس فيه ما عادش تعاود صنعتك وكا. ومن بعد مشاو للشرطه خاطر هو حاول بالكلام معناها تعدى على احد الموظفين، ومن بعد سامحناه ومشى على روحه وربي سهل عليه وكا. هو هذاك هو مورالمون تعب، عنده مشاكل خاصه، واحنا كنا نجموا نعاونوه من الاول ما بالطريقه الاسلوب نتاعو ما غلط. جمعيه راهي جمعيه هي اللي عملته، عبد القادر ما كانش موجود، جينا حطيناه في الكلوب ولا الناس تشوف فيه ويكلموا من قطر او من السعوديه كوميم. أنا يلزم نحترموا رواحنا شويه ونحترموا ما ننساوش، ما يلزمش ينساو كونه النادي الافريقي اللي عنده الفضل عليهم. ديما يتم التاويل ولا تقييم تصرفات على اساس دوبل كاسكيت، انت ما عندك وين تهرب، يعني سياسي ورجل سياسه ورئيس النادي الافريقي. كيفاش تنجم تتعامل مع الموضوع هذا؟ رئيس جمعيه وسياسي صار مشكل ومناوشه بينه وبين ملاعبي، هل معقول يصير هذا؟ مش معقول، كيفاش تنجم خاطر باش يصير التأويل؟ شوف ما فماش حتى مناوشه، الوليد مشى الكلام تقال وانا مش موجود وانا جبته حبيت نثبت، انا ما يساعدنيش واحد يغلط، انا اعتبرها غلطه وانا ما عنديش مشكله معناها شنو سياسي، وحتى لو كان سياسي ما عنديش حتى مشكله، نورمال تصرفي. انا دمي انا اكثر واحد دمه بارد في البلاد هذه كل ساعه، اما زاد ساعات كي واحد يكثر على ما وصوا ما عادي، انا تلقاني غدوه وزير شاد لك وزير ولا والي واكل الكعبات زاد ما يقلقنيش معناها يعني عاديه جدا، ما هيش مشكله، مش مشكله نعرف ايش قاعد نعمل. كاو ساعات تعبت تكثر ايش تحب تعمل نورمال. باهي الناس الكل تسال على بسام سرار في الجون تالون المستقبل تاع النادي الافريقي، فجاه بسام سرار في ما عادش في النادي الافريقي. بسام سرار في من الصيف اللي فات مش يمشي، واحنا نعرفوا ان جون وراه ديزيكيب من برا وخاصه ليكيب المتصدره فرنسا اليوم تنجم تشد، وهو مع هذا الكل وعدناه كونه في الشتاء، وفي الشتاء اليوم قلنا له اعطينا موافقه ولكن على اساس كونه النادي الافريقي زاد يستفيد من الصفقه شويه. اليوم فما ليل وفما نيس، الى حد الساعه هذه هو مشى يعمل في فيزيت ميديكال خاطر الوقت اليوم اخر نهار، اما الاتفاق راه مازال ما تمش، وكما يتمش الاتفاق اللي فيه حفظ لمصالح النادي الافريقي راهو موجود وباش يقعد في الكلوب. نجم نعرفوا الديتاي بتاع الاتفاق اللي تحب عليه اداره الكلوب؟ خليه يكمل الساعه خاطر انا توا عندي عندنا كلام مع اللي انا نخير الجمعيه، انا بصراحه نخير ليلى على خاطر كان تمت معاهم المبلغ اهم، ما بعد في اللي بورسنتاج اهم من نيس، والاهم من هذا الكل كونه مش يقعد حتى نهايه الموسم مع النادي الافريقي. هذا توا اول مره نصرح به، مازال في الساعتين الجايين مش توفى العمليه، سينو كان ما اتفقناش يرجع للكلوب. اللي نعرفه وين نيس 1.4 5 و 20% هما احسن. خير في الفلوس وخير في البورسنتاج، والخير في كونه مش يخلي لك الملاعب حتى للصيف، هذا هو. ولكن اليوم احنا كان ما نيس ما هو يحب على نيس، هذه المشكله، هو الواحد كي ولاده يتسموا صغار يبكي وبعث لي اس ام اس قال لي انا مستقبلي، ما تنجمش راهو يلزم الناس تحط روحها في وضعي انا كيفاش لاعب هكا صغير، ونحاولوا الناس الكل تخرج فرحانه هكا. الحدادي مشى لديجون، الحدادي مش ما يتعاود السيناريو اليعقوبي ويخرج هكاك بلاش وترسي له توا، خاطر تعرف انت انا ما نجمش نخلي الحد حتى الاطار الفني، ما احنا نلعبوا على شامبيونا كوب كاف، البوست نتاعو لو كان الحدادي مش يخرج في الصيف
يخرج في جوا ماهوش باش يلعب، مش نعطيه اون كومبيتيسيون مش يدخل اللاعب اللي معاه. يعني نعرفوا احنا جبنا فما العابدي وفما كشوك زاده، فهمت؟ يلزم هو اللي يكون حاضر القدام، معناها ماهوش باش يكون اساسي لو كان مش تعاود لنا نفس حكايه اليعقوبي ويخرج بلاش. وهو الحداد يحب يخرج من باب الكبير ويحب جمعيته وولدنا، وعنده زاد زوجته من اجنبيه ويحب يكون البرة هكا وفرصته، فهمت؟ مش نقعدوا نخليوه هنا. احنا راهو شوف من اهم النقاط هذه، فما حاجه الناس ما تعرفهاش، كونه الملاعبيه الصغار جايين على خاطر يلقاو في فرصتهم في النادي الافريقي وما نشدوهمش، كان يلزموا يمشي. هذاك علاش احنا اكثر نادي اليوم في تونس الملاعبيه الصغار اللي تالون الكل تلقاهم يجيه يعطيوه 200 يجينا اللي نحن يلعب ب 100. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.